ما الذي تعنيه إجراءات المركزي العراقي بخصوص السحب بالدولار؟ فعلى بوادر بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، هذا هو سيناريو العراق يسير على ذات المنوال. فخلال الأيام القليلة الماضية بدأت العديد من المصارف العراقية بالتوقف عن منح المودعين أموالهم بالدولار، رغم أنهم يمتلكون حسابات بالدينار العراقي والدولار الأمريكي. جاء ذلك بعد تصريحات أطلقها مسؤولون في البنك المركزي العراقي تتحدث عن منع التعاملات النقدية بالدولار واقتصارها على الدينار العراقي فقط في محاولة للسيطرة على أسعار الصرف، لتبدأ التسريبات الحكومية بأن البنك المركزي العراقي سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتباراً من مطلع العام المقبل وليس بشكل فوري، وهي خطوات فسرت من قبل بعض الخبراء بأنها بمثابة المهلة للمودعين إذا ما أرادوا سحب أموالهم. مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد قال بصريح العبارة: الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024، لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار. السؤال هنا: هل امتناع البنوك تسليم الأموال بالدولار للمودعين خطوة بتوجيه من البنك المركزي؟ فإذا كانت كذلك فهي إشارة إلى أن العملة العراقية قد بدأت طريقها نحو الانهيار، مثلها كمثل الريال الإيراني والليرة السورية واللبنانية. شاركنا برأيك، لماذا تتراجع العملة العراقية رغم ارتفاع أسعار النفط؟